الإنسان يتكون من مكونين رئيسيين، الجسد والروح. أي إنسان تقدم في حياته أو يبغى يتقدم في حياته لازم تكون نفسيته كويسة، نفسيته مرتاحة. مشكلتي مع بعض الناس، الشيء اللي ما تعرض له الشيء السيء وأثر على نفسيته، والله لو تقعد تحكي سنوات عن موقف صعب صار لك وأثر على نفسيتك، حتى وإن كان من الناس اللي يعطيك على جوك ويسلك لك، لا يمكن أن يشعر بألمك. والأصعب والأدهى والأمر إنه في ناس تسطح موضوعك، تسطح قضيتك وألمك، وتحسسك بأنك إنسان أوفر ودرامي، يعني أنت هذا الشيء ما يأثر، أنت كيف المفروض أنك ترضى، المفروض أنك تتصالح مع نفسك وهذا الواقع. يعني أنا لو كنت مكانك ما كنت تأثرت. كل واحد فينا مختلف عن الآخر في الشيء اللي ممكن يأثر على نفسيته. ممكن في أشياء نتفق عليها، من أبرز الأشياء اللي أعتقد أنه كثير من الناس أو كل الناس يتفقوا عليها هو الشعور بالقيمة، الشعور بالمكانة. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، كل واحد يعرف قيمته. لما تكون في المكان الغلط وما تعامل بشكل تشعر بأنك تستحق هذا التعامل، أكيد حتتأثر نفسيا. أنت مخلوق لعبادة الله، لعمارة الأرض، لشيء الله سبحانه وتعالى عارف ليش خلقك. يعني أنت حتكون سبب لحاجة معينة سويتها أول، لسه ما سويتها قاعد تسويها الآن، اكتشفتها ما اكتشفتها هذا موضوع آخر. أساسا احترام الناس لبعضهم البعض المفروض يكون غير مشروط، بغض النظر عن دينك وأصلك وفصلك ولونك ومرجعيتك الثقافية والدينية إلى آخره. تحترم فقط لمجرد إنك إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وأبدع في خلقه، فأنت في المستوى الإنساني متساوي مع أي إنسان في هذا الكون. بعد كذا ما عندي مشكلة ننتقل للمستوى الأعلى من الاحترام اللي يعتمد على ما قدمته لدينك، لوطنك، لمجتمعك، للي حولك، لأهل بيتك وناسك. الأشياء اللي حنا نتفق عليها من ضمنها أغلبنا وكلنا، ما أعتقد في أحد ما يتفق معايا في الكلام ده، اللي ما يسمى بالتطنيش والتهميش والتقليل من القيمة والقدر، وإن واحد يسوي ما يعرفك وفي يوم من الأيام تجمعكم أشياء كثير، جيرة وعيش وملح وعشرة وسنوات طويلة مع بعض، وفجأة تطور وانتقل من حال إلى حال وتقابلته في مكان وسوي إنه ما يعرفك. يا الله، الله الدنيا. من وجهة نظري المتواضعة جدا في هذا الموضوع، حل الموضوع هذا بسيط جدا. كل ما عليك اعتزل ما يؤذيك ويؤذي نفسك، اصنع القيمة اللي ودك الناس تعاملك بها وتشوفك فيها، حيط نفسك بعالم تشعرك بمكانتك وقيمتك ووزنك وان حياتك لها معنى. ممكن تصير معانا بعض المواقف الغريبة، نروح أماكن في فرصة غير سعيدة وتعامل بعدم احترام وتقليل وتهميش، خليها أول مرة وآخر مرة، وخصوصا وإن بعض الأشياء تبدر من الناس بقصد وأحيانا بدون قصد، ما كانوا يقصدوا مع ذلك بدرت منهم هذه الإساءة، لأن كل إناء بما فيه ينضح، والقلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها. يقول لك فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. كل اللي سووه أنهم ما قدروا يحتفظوا بمفتاح سرهم وبانت لك الحقيقة، وهذه نعمة من الله حتى تعرف تتعامل، تعرف معادن البشر هذول وكيف ممكن تتعامل معهم في المرات القادمة، هذا إذا في مرات قادمة. ريح بالك وابتعد عن كل ما يؤذي نفسك ويأخر تقدمك، لأن لنفسك عليك حق وستسأل عنه.